وينضم الينا هاتفيا الاستاذ سامح نمر نائب المدير التنفيذي لمؤسسه ابو العنين الخيريه عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي. اهلا بحضرتك يا فندم، واشرح لنا طبيعه مشاركتكم في التحالف الوطني للعمل الاهلي وطبيعه المشاركه في هذه المبادره القويه، مبادره كتف في كتف. اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين طيبين. بمناسبه شهر رمضان الكريم، احنا طبعا التحالف بيضم حاليا اكثر من 33 مؤسسه من اكبر المؤسسات اللي موجوده في مصر، ويمكن احنا مؤسسه ابو العنين من اول المؤسسات اللي شاركت في تاسيس التحالف في مارس الماضي. وامبارح الحمد لله ده كان يوم رائع واكثر من رائع، تشريف سياده الرئيس لينا وشكره للمتطوعين اللي هم سبب من اسباب نجاح التحالف وسبب رئيسي من اسباب نجاح المبادره. طبعا احنا في المبادره مشاركين كمؤسسه ابو العنين في محافظه الجيزه باكثر من 200,000 كرتونه بيتم توزيعهم على الاسر الاولى بالرعايه. وزي ما حضرتك عارف ان المبادره بتهدف ال 4.5 مليون كرتونه توزيعهم على الاسر الاولى بالرعايه، ودول تقريبا بيخدموا حوالي 25 مليون مستفيد. ان شاء الله يكون في رمضان كل الاسر الاولى بالرعايه عندهم الاحتياجات الاساسيه اللي بيحتاجها كل بيت مصري من السلع الاساسيه اللي بيحتاجها في خلال رمضان. نعم استاذ سامح، ايضا عدد المتطوعين مع حضرتك في مؤسسه ابو العنين الخيريه من الشباب والفتيات. احنا عدد المتطوعين عندنا 500 متطوع، دول بيشاركونا في كل حاجه. احنا تقريبا بقى لنا اكتر من شهرين عمل متواصل، أول استلام السلع وتخزينها وتعبئتها وتوصيلها كمان للأسر عن طريق طرق الأبواب، الأسر اللي هي المرضى أو كبار السن بنوصل لهم لحد عندهم. كل ده المتطوعين هم السبب الرئيسي في نجاح المبادرة، وهم السبب الرئيسي اللي عمل أصلا المبادرة. ويمكن التحالف نجح الحمد لله في نشر ثقافة التطوع عند كثير من الشباب ومن الأسر اللي فعلا فعلا يعني احنا من غيرهم مش هنعرف نعمل اي حاجه. نعم، حجم الاستهداف حتى الان بالنسبه لمؤسسه ابو العين الخيريه او مشاركتها كمان في مبادره قويه مثل هذه المبادره كتف في كتف والتحالف الوطني للعمل الاهلي، ونطاق العمل هل هو قاصر على محافظه الجيزه فقط ام يمتد الى بعض المحافظات الاخرى القريبه؟ طبعا لا، احنا محافظه الجيزه وبعض المحافظات، يمكن احنا بنودي حاجات كمان في الصعيد وفي اسيوط وفي المنيا وفي اسوان. المبادره بتشمل ال 27 محافظه، وكل المؤسسات مشاركين مع التحالف في كل المحافظات، بس الموضوع بيبقى ماشي بتنسيق اكتر طبعا بعد ما بقت قواعد البيانات كلها معانا وسليمه وكل المؤسسات مشاركه فيها، بقى التوزيع الجغرافي سهل بالنسبه لنا كلنا. ويمكن ده حصل تنسيق ان احنا غطينا اسر اكتر بسبب التنسيق، وان احنا بقينا نقعد مع بعض على ترابيزه واحده. وزي ما قلت لحضرتك احنا حاليا وزعنا اكتر من 120,000 كرتونه، يمكن احنا شغالين من يوم الجمعه مع بدايه انطلاق المبادره الجمعه اللي فاتت يوم 10 مارس. احنا اول المؤسسات اللي شاركت في اطلاق المبادره، وزعنا لحد دلوقتي 120,000، وهدفنا ان احنا نوصل بال 200,000 قبل اول يوم رمضان. يعني يتبقى 80,000 كرتونه تقريبا يعني. بالظبط يا فندم، بحيث ان الاسر ان شاء الله يدخل عليها رمضان وهم عندهم كل السلع الاساسيه والضروريه باذن الله. نعم، رصدتم ردود الفعل كيف في محافظه الجيزه او غيرها من خلال المتطوعين والموجودين في مؤسسه ابو العين الخيريه عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي؟ طبعا زي ما حضرتك عارف في حاله حلوه جدا 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 بمناسبه شهر رمضان، ويمكن ده كل سنه الحاله دي بتبقى موجوده، يمكن هو ده شهر الخير، يعني ده الشهر اللي حضرتك بتلاقي الناس كلها فيه سعيده ومبسوطه. طبعا كل الاسر الاولى بالرعايه اللي شاركوا معانا او اللي جم عندنا واستلموا الهديه بتاعتهم كلهم الحمد لله مبسوطين، وبيشكروا القياده السياسيه وبيشكروا فخامه الرئيس، لان فعلا احساس الرئيس بالاسر الاولى بالرعايه يمكن في كل لقاءاته وفي كل تصريحاته بيقول ان هو متبني الاسر الاولى بالرعايه وتوسيع مظله الحمايه الاجتماعيه لتشمل عدد اكبر. كل ده احنا رصدينه الحمد لله في الشارع، واحنا بننزل فعلا، وكفايه بس علينا ان المتطوع قصدي الاسر الاولى بالرعايه او ذوي الهمم ان هو يقول شكرا ليكم، شكرا ان انتم حاسين بينا، شكرا ان انتم معانا ومش هتسيبونا، واحنا بنوعدهم فعلا ان احنا معاهم ومش هنسيبهم ابدا، وبنوصل لهم بكل الاحتياجات اللي هم محتاجينها.
نعم أستاذ سامح نمر، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العين الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أمس في كلمته في هذه الاحتفالية أنها رد طبيعي على المشككين. لماذا هي رد طبيعي على المشككين؟ طبعا زي ما حضرتك عارف، يمكن سيادة الرئيس قال أن الفترة اللي فاتت شهدت كلام كتير جدا أن السلع مش موجودة والسلع مبالغ في أسعارها، وان في حاجات مش هتبقى موجوده يا جماعه، الحقوا اشتروا عشان احنا في رمضان الحاجات دي مش هتكون موجوده اصلا في السوق. الحمد لله كل ده رد على المشككين ان الحاجه فعلا موجوده الحمد لله ومتوفره. يمكن احنا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي كل السلع الاساسيه والضروريه موجوده في السوق، ممكن يكون سعرها غالي شويه، ده حقيقي مش هنقدر ننكر الكلام ده، لكن بالفعل موجوده. احنا شفنا ازمات كبيره جدا في العالم كله بسبب الحاله الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم وبسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه، في دول في سلع اساسيه مش موجوده عندها، لكن احنا الحمد لله في مصر احنا كتف في كتف، واحنا مع القياده السياسيه ومع الحكومه ومشاركه القطاع الخاص، مشاركه المجتمع المدني، احنا هنفضل كتف في كتف، والشعب المصري ده بيضرب اعظم الامثله ان احنا فعلا بنحس ببعض وان احنا بنكون مع بعض، وده يمكن مش موجود في العالم كله. يمكن يعني اللي احنا بنشوفه ده انا متاكد واكيد الساده المشاهدين متاكدين ان الكلام ده ما بيحصلش غير في مصر. احنا ما بنشوفش كميه التوزيعات وكميه التعبئه اللي بتحصل في رمضان ده غير في مصر بس. نعم استاذ سامح، ايضا جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التي لا يمكن نكرانها كما ذكر السيد الرئيس في احتفاليه يوم امس، ما هي للتذكرة السادة المواطنين والمشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي؟ طبعا التحالف الوطني بيهتم بكل الملفات اللي بيحتاجها الأسر الأولى بالرعاية. يمكن احنا في الفترة اللي جاية هنعمل مبادرات كبيرة جدا، وهنعمل يعني هنعمل مبادرات وهنعمل حاجات جديدة بإذن الله مع التحالف، هدفها هو الأمن الغذائي، ده على رأس الأولويات. يمكن التحالف هيعمل مشروعات كبيرة بإذن الله الفترة الجاية من خلال مزارع حيوانية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وإن احنا نكبر رؤوس المشاة اللي موجودة عندنا في مصر. يمكن في مبادرة اسمها ازرع، دي هدفها هو توفير يعني الحبوب ذات الإنتاجية العالية اللي هتخلينا الفدان بدل ما هو بيدي مثلا 11 أرداب لا ده يدي 20 أرداب. كل ده هدفه هو توفير الأمن الغذائي. ويمكن كمان في ملفات تانية زي التمكين الاقتصادي من خلال عمل مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، كل ده على رأس أولويات التحالف، وده طبعا مع توجيهات السيد الرئيس وفخامته لينا إن احنا لازم نحس بالأسر الأولى بالرعاية، ولازم نوفر لهم حماية اجتماعية ونوفر لهم أمن غذائي، كل ده على أولويات التحالف. وبإذن الله في خلال 2023 يكون التحالف كبر اكبر من كده بكتير. يمكن احنا في سنه الحمد لله عملنا حاجات كتيره جدا، وبنتوقع ان شاء الله ان احنا في 2023 هنعمل حاجات اكتر واكتر واكتر. التحديات اللي كانت موجوده امام التحالف الوطني للعمل الاهلي في هذه المبادره كتف في كتف وفي غيره من المبادرات السابقه، الحمد لله كل التحديات التحالف بيقدر ان هو يعديها. يمكن كان اكبر تحدي هو ان ال 33 مؤسسه يقعدوا مع بعض على ترابيزه واحده، ده كان تحدي كبير جدا وكان حلم كبير جدا لينا كمؤسسات. احنا في مؤسسه ابو العينين احنا بقى لنا اكثر من 40 سنه شغالين في العمل الاهلي التنموي، يمكن اول مره نقعد مع بعض كلنا على ترابيزه واحده، وده نص الجهود وازال كل التحديات والعقبات اللي موجوده. ويمكن التحالف كمان بيقدر يوفر لنا الاحتياجات، يعني لو في مؤسسه محتاجه سلع غذائيه مش يعني مش عارف يجيبها دلوقتي عشان يعبي الكراتين، لا التحالف بيقدر يوفر لنا مع القطاع الخاص ان هو يخصص جزء من انتاجه للتحالف لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعايه. كل دي تحديات قابلتنا، ويمكن كان التحدي الاكبر هو عدد المتطوعين، والحمد لله بنشر ثقافه التطوع للشعب المصري لا احنا قدرنا نوفر عدد كبير جدا من المتطوعين. احنا دلوقتي تقريبا التحالف وصل ل 300 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، دول بيشاركونا في كل المحافظات في كل القرى في كل النجوع. يمكن دلوقتي في كل مكان في مصر في متطوع للتحالف الوطني، وده فعلا يعني كانت من أكبر التحديات اللي واجهتنا، والحمد لله قدرنا إن احنا نعديها وهنعدي كل الأزمات وكل التوقعات طول ما احنا كتف في كتف بإذن الله.
في مبادرة كتف في كتف، وطول ما احنا كتف في كتف زي ما حضرتك ذكرت، فكرة التوازن والموائمة ما بين احتياجات المواطنين والمستفيدين من الأكثر احتياجا في القرى والنجوع والتوابع على مستوى الجمهورية في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات اللي قام بها التحالف الوطني للعمل الأهلي، كيف يتم التنسيق وكيف تم جمع كل هذا العدد من الشباب في مبادرات مختلفة والتنسيق إن العمل يبقى متوازي في كل محافظات الجمهورية في وقت واحد؟ طبعا كل ده تم مع ال 33 مؤسسه في وقت واحد. يمكن احنا ال 33 مؤسسه دول اكبر مؤسسات موجوده في مصر زي ما ذكرت لحضرتك قبل كده. كل مؤسسه بتتعامل مع جمعيه قاعديه جوه مركز او جوه قريه او جوه نجد. يمكن دول 30,000 جمعيه قاعديه، دي الجمعيات اللي بتبقى واصله مع الناس جوه مكانهم في قريه في نجعه، بيوصلوا لهم ومعاهم داتا بيها. جمعنا كل الداتا اللي موجودة، كل البيانات، كل الأسر، احتياجات الأسر، الأسرة بتشمل كم فرد، احتياجاتهم إيه الأساسية والضرورية. الحمد لله قدرنا نوفر كل ده من خلال توحيد المؤسسات، وإن احنا فعلا مع بعض، وإن احنا قاعدين دايما باستمرار غرفة عمليات مستمرة مع المؤسسات بالكامل، لأن احنا نظهر بالصورة المشرفة وبالشكل المشرف اللي أثنى عليه فخامة الرئيس امبارح. ويمكن شكر الرئيس لينا ده وسام وتاج فوق رؤوسنا هيخلينا نعمل مجهود أكتر ونشتغل أكتر ونواصل العمل الليل بالنهار علشان نقدر إن احنا فعلا نكون في ظهر القيادة السياسية ونكون شريك أساسي في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية. نعم أستاذ سامح، أيضا التخطيط للمستقبل كيف يتم في التحالف الوطني للعمل الأهلي وأنتم في المؤسسة، مؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف الوطني، كيف تخططون للمستقبل ما بعد شهر رمضان وفي القادم من الأيام من خطط للحفاظ على المواطن المصري ولضمان حياة كريمة للمواطن المصري بالتنسيق مع مؤسسات التحالف الموجودة؟ يمكن احنا مستمرين مع التحالف ان شاء الله في خلال شهر رمضان بتوزيع وجبات سخنة على الأسر الأولى بالرعاية خلال ساعات الإفطار. ده هيتوزع في كل المحافظات من خلال مطاعم موجودة لكل الجمعيات. ويمكن دي كانت مبادرة أطلقها التحالف اسمها خيرك سابق، دي هدفها توزيع 5 مليون وجبة بإذن الله. دول هيتوزعوا خلال شهر رمضان على الإفطار الصائمين بإذن الله. غير كده كمان احنا مستمرين مع التحالف بعد رمضان بقوافل هتلف مصر كلها. احنا طبعا كنا وصلنا ل 20 قافلة ستر وعافية لفينا بيهم بعض المحافظات وبعض القرى والنجوع. احنا برضو مستمرين بالقوافل بعد رمضان. القوافل دي فيها قوافل طبية، فيها تمكين اقتصادي، فيها فك كرب غارمات، كل ده بإذن الله هيكون مكمل معانا. ويمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده توحيد المؤسسات وان احنا بنقعد على ترابيزه واحده، ده من اهم واعظم النجاحات اللي حصلت وقدر التحالف ان هو يحققها في فتره صغيره. وباذن الله متطلعين لمشروعات كبيره جدا مع التحالف، زي ما قلت لحضرتك الامن الغذائي على راس الاولويات، التمكين الاقتصادي، المشروعات الصغيره، كل ده باذن الله مستمرين فيه مع التحالف. وإطلاق عدة مبادرات الفترة الجاية بإذن الله زي مبادرة كتف في كتف، هتكون من أكبر المبادرات اللي بتحصل في مصر إن شاء الله. إن شاء الله. كل شكر للأستاذ سامح النمر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.